هلو لك المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. باخوس عساف هو ضيفنا اليوم بفقرة كتاب، هو رئيس بلدية حردين بيت كساب. بشوف لبنان حاضر أو منشوف لبنان حاضر بكل دواوينه وبكل بيت شعر من القصائد يلي بيكتبها، وأيضا هو شاعر وكاتب ومسرحي. أعماله أوراق بين الأرض والسماء وأوراق من الماضي، وهو كاتب مسرحية بطرك لبنان الكبير وأوراق من الحاضر، كتابنا اليوم بهالفقرة. وأيضا هو بصدد كتابة نص أوراق من نوع آخر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شرفتنا. يا أهلا فيك. قبل ما بلش بمضمون الكتاب، نعم، كنت عم تقلي تحت الهواء أنت وجايم على الطريق أو ممكن مبارحة، حسيت بحنين لزوجتك اللي غابت شوي عن البيت وكتبت لها غزل. صح، مبارح لأمر اضطراري كانت عم بتنام مع الأحفاد مدامتي، نمت ليلتي بحردين الشاي. رح نكمل أكيد، لكن خلينا نروح مع وقفة نقل مباشر. رجعنا لكتاب وأوراق من الحاضر، هو كتابنا اليوم بهالفقرة. وباخوس عساف رئيس بلدية حردين بيت كساب هو ضيفنا، أهلا وسهلا فيك من جديد. يعني من أخبار الخطف لأيضا أخبار خطف العقل والقلب بهالشعر يلي حضرته لزوجتك. يعني سبقتيني، كنت بدي أقول لك هذا خطف من نوع آخر. نعم. وإلى الأبد بقى شعرت أنه نمت ليلي بدون زوجتي، بهالشعور كتبت: فؤادي لم يرى بدرا سواك، ففاض سروره لما رآك، وهام بحبك الأزلي دوما، ولم يخش التخبط في الشباك، يغرد في فضاء العمر ردحا، وما التغريد إلا في سماك، فأنت نشيده السامي شموخا، ولا يرتاح إلا في حماك، فأنت ملاكه الباقي أمينا، وفي الآهات لم ألقى سواك، فها صوتي يردد في العشايا، حماك الله يا فيفو حماك، شعرت برهبة في ليل بعد، وأحسست المشاعر في عراكي، وجاء الليل فيفو مكفهرا، كأن ظلامه قبرا يحاكي، شعرت الليل غدارا لئيما، رجوت الله كي صبحا أراكي، ونمت ليلتي وأنا حزين، لأني لم أرى قربي ملاكي. حلو كتير، نيالك يا فيفو، وشو حلو الغرام. تحياتنا لزوجتك فيفيان، صح؟ طول عمر. فيرجيني. تحياتنا لإلها. معقول الواحد يضل عايش غرام لفترة طويلة من الزمن؟ الغرام مثل الخمر المعتقة، كل سنة بيزيد طيبة وأكثر وقت اللي بيكون فيه علاقة صادقة ومتينة. مع أنه بيقولوا أنه الحياة الزوجية لما بتطول أكثر بيتحول الغرام لحب، بعدين الحب لمحبة، وبعدين بصيروا مثل الأخوة. شو رأيك؟ يعني الحب شيء والمحبة شيء آخر. بين الزوج والزوجة الحب هو لا متناهي. أما المحبة فبيعطوها الأم والبي لأولادهم. أما الحب ما بيجمع إلا الزوج والزوجة. بعدك عايش غرام؟ هيدا الشعور وهيدا إحساسي العميق بأنه الحياة. طب كيف بتنمي هالغرام؟ يعني أنا هذا سؤال لازم أطرحه، خصوصا عم بكتبك شعر حلو. بنمي الغرام لأنه الخمر الجيد اللي قدامي والوجه الملائكي كل يوم بيعطيكي وحي من جديد وإلهام، وأنا مسميها ملهمتي. حلو كتير. والمعلشي المطريارك مرة قال لي شعرك ملهم لأنه عندك ملهمة. حلو كتير. أنا بهالشعور. إلهامك مش بس زوجتك، كمان بتكتب كتير شعر وطني، بتكتب كتير عن ضيعتك حردين. نعم. يلي واضح إنه أنت بتحبها، حب كمان يمكن بيوازي أو أقل أو أكتر من الحب العاطفي. أنا لحردين عندي هوس، عندي محبة لحردين، أنا بتنفس حردين.
أنا بتنفس ضيعتي لأني فخور بهالضيعة اللي بنتمي لها اللي عطيت بطل تاريخي المقدم بن يمين وعطت القديس نعم الله كساب الحرديني. نعم. حردين ضيعة تاريخية عريقة وأنا بحبها من قلبي. معلش بدي مرق شيء قايله لحردين لضيعتي. لحردين يا ضيعة عظيمة بجلها يا بنت ما بتنسى صدى ادخلها يا ساحرة يا حلوة المغناج يا كلمتي يا دقة المهباج ضيعتي دين وشرف عحلها بعيد الطباوي اليوم جاي إلها يا ضيعة اللي فيها بصرت النور بهالمرحلة اللي فيها أنا ناطور رح ضل أحميك من القلب أعطيك أنت إلك روحي إلك قلبي ولولا زرعت الشوك عدربي بقلع الشوك بسيج حدودك كرمالي يبقى بالدني وجودك ومطرح الشوك بجيب هالمعدور وبزرع محله الورد والمنتور. حلو كتير. يعني حضرتك كرئيس بلدية لحردين يعني واجباتك هي خدمة المواطن وخدمة أكيد البلدة وتحسينها وكتير أشياء إنمائية بتقوموا فيها. نعم. الشعر بالنسبة لك هون شو بيخدمك كرئيس بلدية؟ لأنه الشعر من الشعور والإحساس والشعور هذا الإحساس الكامن بقلبي بحب طبقه مع المجلس البلدي ورفاقي على الأرض وننمي ضيعتنا إنماء متكامل. ضيعتي فيها حرين فيها سياحة دينية فيها سياحة بيئية وفيها سياحة أثرية. نعم. يعني ولكن هون بدي أتوجه للدولة اللبنانية إنه تدرجنا على لائحة القرى السياحية في لبنان. نعم. لأنه عندنا 200 بعلبك في لبنان، عندنا 200 بيت الدين في لبنان. نحن حردين تستحق فيها 36 كنيسة ومعبد وتاريخ عريق إنه الدولة تلتفت صوبنا وتحطها وتدرجها على لائحة هالقرى السياحية والتراثية المهمة. نعم. لما بيكون رئيس البلدية هو شاعر شو النشاطات الثقافية اللي بتقوم فيها؟ النشاطات الثقافية نعطي التربية أهميتها، نعطي الثقافة أهميتها. يعني مثلا نحن بنهتم بتربية الطفل بإيجاد المدرسة لإله بتسهيل الأمور منشان لهالسبب عندنا نهضة ثقافية تربوية جامعية في حردين كتير مهمة. نعم. وإنماء السياحي هلأ معلش بدي أخذ المناسبة بالإمتفي الكريمة أني أعلن أنه 31 آب عندنا مهرجان سياحي كبير. نعم. مع النجم الفنان الكبير جوزيف عطية. نعم. جوزيف عطية بدي وجه له تحية على إحساسه وعلى محبته لحردين. 31 آب نحن على موعد جوزيف عطية بحردين سيغني الوطن يغني الحب يغني الشباب. نعم. ونحن ندعي كل اللي بيحبونا يشرفونا بهالليلة التراثية إلى حردين ضيعة القدس والبطولة. أكيد الدعوة عامة لكل الناس. لكل الناس ولألك شخصيا أكيد نتمنى الانتفي تغطي هالحدث التاريخي لأنه جوزيف عطية وحردين بيستحقوا. نعم. يعني تكلمت عن عدة مواضيع بكتابك. نعم. لكن لاحظت كلمة أوراق. نعم. عم تتنقل بين عناوين. نعم. كتاب والتاني. نعم. شو قصة ليش هاي كلمة أوراق؟ نعم. ما لقيت غير عنوان أو ليش في إلها دلالة خاصة؟ في إلها دلالة خاصة لأني أعتبر أنا كأستاذ أنا أديب وشاعر أعتبر. نعم. أن حياة الإنسان هي أوراق. وكل يوم من هالرزنة ما بيشيل ورقة وبتروح. نعم. من حياتنا هالأوراق هيدي المنثورة ما بحب تروح هباء هيك وهدرا. بحب كل مرحلة من المراحل اجمع هالأوراق إذا كانت من الماضي أو إذا كانت من الحاضر أو بين الأوراق بين الأرض والسماء تيل الديوان لإلي. الديوان الرابع هو أوراق من نوع آخر يعني فيها شوي من التسامي الروحي. يمكن يكون آخر أوراق من حياتي اللي عم تنتسهر يوما بعد يوم. حبيت هذا الديوان الرابع أني أطلع فيه وجنح شوي صوب الله صوب هالقديس نعم طلّى بركي بيشدني صوبه. نعم. وبشوف الله يعطيك طولة العمر. كمان كتبت أو بتقول تاجي شربل ورفقة والحرديني. نعم. هل التأمل
بالله هو ضرورة للشعر، هل كيف بيكون الشعر فيه يكون صلاة؟ يعني معلش بدي يردد أول الشاعر العظيم سعيد عقل. نعم. شو نفعنا إذا كنا فلاسفة بأينشتاين وحمير بالله؟ أنا من هالمنطلق، أنا من تلميذه لسعيد عقل. نعم. اللي بيعتبر إنه الإيمان هو الأساس. الإيمان هو اللي بيعطي الشعر وبيعطي العمق وبيعطي الموهبة للشاعر والإلهام إنه يجنح إلى الدنيا الثانية. الإيمان أساسي بحياتي، ومن هون علاقتي أنا بهودي القديسين اللي كتبت لهم. وأنا في ترتيلي بغنية طوني كوان من جبال حملاية لبلاد عناية أو أمه محبسي، هذا شعوري أنه آخر شيء هالأوراق اللي عم بتهر مثل من الشجرة بده يجي يوم يخلص، بتمنى آخر ورقة من حياتي يكون اسمها إيمان. شو بدك تقري لنا؟ بعد عنا دقيقة عبال اسمع منك شعر. بدي اقري لك الشعر الوطني، ما تعرضت له الوقت شوي حشرني. مزبوط. بس معلش بدي انهي بقصيدة ببعض الابيات من قصيدي اثم الثائر. نعم. والثائر هو الله تعالى. نعم. اللي زعل وقت شاف لبنان وصل لهالمرحلة اللي هو فيها. نعم. بيقول الله: أنا في جبال الأرز لي سكن، أنا في ربوع الخلد لي نسبي، أبقيت فيها أرزتي علما، ريان يعلو هامة النصب، وتركت فيها أنجما بشرا هم ليسوا من لحم ومن عصبي، ومدينة الفيحاء أذكرها أبناؤها قوم من النجب، وجبيل قبل الكل أعرفها فحروفها أبهى من الشهب، قدموس أتحفها بلؤلؤة لولاها أضحى النور في الخبب، في صور لي علم ومدرسة وخبرتها صيدون عن كثبي، أدهشتها قانا بمعجزة حين استحال الماء في القرب، هذه الربا من جنة بثقت حيكتها شالا من الذهب، أرخيته بردا على كتف فاسترسل الحساد في الطلب، هذا ينصب نفسه حكما أو ذاك يأتينا كمنتدب، وهناك من يدعى بمغتصب، هيهات أن نرضى بمغتصب. حلو كتير، شكرا على حضورك ومبروك إصدارك، وناطرين إصداراتك الجديدة. أهلا وسهلا فيك. أنا حابب أهديك دواوين الباقين. أكيد. مع بروشور عن ضيعة حردين، بتمنى أنك تقرينا. شكرا. أكيد. وشكرا لك. حاضرة أيضا. أوكي. شكرا لك. مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بفقرة كتاب، ودائما بحب أذكركم أن مفتاح القلب هو كلمة، الكلمة الحلوة، الكلمة اللي بتطلع من القلب، والجمال ببلش من هون. باي باي.